مكملين بقى ايه اخبارنا وخبر عن الحوار الوطني، حابين نطلع طبعا حضراتكم عليه. يعني في صرح الاستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بان مجلس امناء الحوار الوطني في اطار انعقاده الدائم بيجتمع اليوم الاربعاء 26 ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم. أضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد بيأتي في ظل الأزمة الكبيرة اللي بيعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بيها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة أثرها العديدة واللي كان من بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين من السودان من كل الجنسيات خصوصا من الأشقاء السودانيين اللي دايما مصر فاتحة لها زراعها وترحب بيهم على أرضها. المنسق العام أيضا للحوار أكد على أن استمرار الأعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف بيؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري، أولويات عمله الوطني، وإصرار كمان كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لأمال وتطلعات شعبنا العظيم. طيب احنا بينضم لنا هاتفيا دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن. برحب بيك دكتور عمرو. يا اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام استاذه دينا. طيب واحنا يعني المصريين كلهم بيتابعوا ما يحدث عالميا خصوصا يعني ما يحدث من ازمات في السودان وما غيرها وانشغال الحقيقه الحكومه المصريه والقيادات الشارع المصري الراي العام ايضا منشغل بما يدور حوله، لكن الاعلان عن بدء الحوار الوطني واستكماله للبدء بدء انعقاده طبعا وتجهيزاته في 3 مايو اللي جاي، يعني ايه الرساله اللي عايزين توصلوها للرأي العام؟ الحقيقة أنه انطلاق الحوار الوطني وأنه تكاتف القوى السياسية في الدولة المصرية أن يكون هناك وجهة نظر لمستقبل كلنا نخطو نحوه في الجمهورية الجديدة هو الأهم بالنسبة للرأي العام أن يراه وأن يرى هذا التكاتف وهذا التلاحم القائم بفكرة الحوار الوطني، لأنه الحوار الوطني في حد ذاته هو خطوة تاريخية للدولة المصرية، وتبني المشاركة الفعالة فيها حاليا هو الأهم وهو العنصر الفاعل، لأنه كل ما تم تقديمه وجهات نظر في قضايا تخص كرامة المواطن المصري وتخص جودة حياة المصريين والذي يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في سلم التنمية والتطوير في مناحي حياة المصريين هو ما نصبو إليه جميعا. الأمر ليس مجرد مكلمة كل منا سيتحدث ويقول رأيه، أبدا الأمر يخص جودة حياة المصريين، وأعتقد أنه بلاد كثيرة سبقتنا وكنا بدأنا معاها في الستينات زي كوريا الجنوبية والهند وغيرهم، فبالتالي نحن نستحق النهاردة أن نقول أن مصر بها من الزخم السياسي وبها من الحياة السياسية الرصينة والتي تخطو خطوات نحو جمهوريتها الجديدة حقيقي وواقعي وكلنا نصبو إليه رغم كم التحديات التي تحاوطنا اقتصاديا واقليميا. طيب دكتور عمرو، يعني الجلسات بالفعل كانت قد بدأت اليوم وما زالت مستمرة، أهم ما دار وأبرز ما دار في جلسة الحوار الوطني النهاردة؟ الحقيقة أنه يعني أبرز ما قيل النهاردة أنه تم وضع الآلية التي سيتم مناقشة الأفكار الخاصة والمقترحات الخاصة بقضايا الدولة الهامة من الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها من الملفات الهامة التي تهم المواطن المصري. وأيضا يمكن دكتور ضياء رشوان النهاردة ذكر انشغال الرأي العام فيما يخص السودان و وأزمته التي يعني نسأل الله لهذا البلد الأثير على قلوب المصريين السلامة في أقرب وقت، ولكن ده كان ذكره الدكتور ضياء رشوان النهاردة. ولكن اللي احنا
بنؤطر ليه ونقول بشكل هام أنه الجلسات يسودها الجدية ويسودها تبادل الرأي في ملفات الدولة الهامة دعما لخطوات القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس فيما يخص تنمية المجتمع المصري وأن تحتل مصر مكانتها التي تليق بها عالميا وليس إقليميا أو قاريا فقط. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، شكرا جزيلا ليك. ويمكن أشارنا يعني في حديثنا النهاردة الحوار الوطني بيستكمل الحقيقة جلساته استعدادا لبدء انطلاق الحوار الوطني يوم 3 مايو.